بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدي يا صاحب الزمان، في أي مكان وفي أي بقعة حللت الآن، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ويقول أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: أفضل العبادة الصبر وانتظار الفرج. ولعل سائلا يسأل: كيف يكون انتظار الفرج أفضل الأعمال؟ هناك أحاديث أخرى تحدثت عن هذه الأفضلية. يقول أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: إن الله عز وجل ركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. ما المقصود من ذلك؟ المعنى الفضل العملي لا الفضل الذاتي. هذا الإنسان بعمله الذي يقوم به في الأرض يقوم بأفضل عمل، ألا وهو تمكين دين الله على الأرض وفي الأرض. هذا الإنسان بأفعاله يؤدي إلى إظهار ونشر دين الله وبسطه على الأرض وفي كل مكان في كل أرجاء المعمورة. يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هنا لابد علينا أن نفهم معنى الانتظار، ولابد علينا أن نعرف ما معنى أن يكون هذا الانتظار أفضل الأعمال. هذا الإنسان بفعله بعمله يؤدي إلى نشر دين الله سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان المؤمن دائما ما يردد هذا الدعاء، يخاطب الله سبحانه وتعالى: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا. المؤمن يرى هذه الدنيا وقد انتشرت فيها الفتن والصراعات، انتشرت فيها الأوبئة والأمراض النفسية والبدنية. المؤمن يرى الظلم من حوله لكل البشرية. المؤمن لا يشعر بالراحة في هذه الدنيا، فلا راحة فيها، كما يقول إمامنا الصادق سلام الله تعالى عليه: أنتم تتمنون المستحيل. قالوا: يا ابن رسول الله، كيف نتمنى المستحيل؟ قال: أنتم تتمنون الراحة، ولا راحة لمؤمن في هذه الدنيا. المؤمن ينظر من حوله فيرى كل ذلك، وهو يريد الصلاح، وهو يريد خير الدنيا والآخرة له ولإخوانه المؤمنين، فيرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، صلواتك عليه وآله. ثم يركز على هذا الأمر وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا. المؤمن لا يرتاح في هذه الدنيا، أينما توجه سيلقى الصعاب، سيلقى المشكلات، قلبه لا يتحمل، روحه دائما حزينة، ألمه يكبر يوما بعد يوم. والعلة في ذلك ما يراه في هذه الدنيا من ذنوب وآثام وابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، فيقول: رب، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، فبفقده فقدنا كل شيء، وبرحيله رحل عنا الخير. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا. غيبة الإمام سلام الله تعالى عليه. يقول رسول الله
أفضل الأعمال انتظار الفرج وغيبة ولينا. رابع، غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف جعلت هذه الأمة تعيش في ضياع، تعيش في ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن ينادي الإمام في كل ليلة أن أقدم إلينا يا ابن رسول الله، أين المعد، أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين المرتجى لإقامة الأمت والعواج. يخاطبه، يناديه، يرجوه، يدعوه، وغيبة ولينا وكثرة عدونا. الأعداء أحاطوا بنا من كل جانب ومكان، يريدون منا أن ننسى إمامنا المهدي، يريدون منا أن نبتعد عن إمامنا المهدي، يريدون أن يشككونا بإمامنا المهدي. لذلك تراهم يلقون علينا الإشكالات تلو الإشكالات، إمامكم غائب كل تلك السنين، هو حي يرزق، كيف ذلك؟ وكأنهم نسوا نبي الله إبراهيم، ونسوا نبي الله يونس. هم لم يفهموا معنى القدرة الإلهية والحكمة الإلهية والمعرفة الربانية. هم يريدوا لهذا الإنسان أن يبقى في ضياع وأن يبقى في تيه. جحدوها واستيقنتها أنفسهم. هم يعرفون بأن الخلاص في ظهور الإمام المهدي، بأن النجاة في ظهور الإمام المهدي. لهذا هم مرتعبون، هم خائفون، هم قلقون، لا يريدون من الإنسان المؤمن أن يدعو الله سبحانه وتعالى بتعجيل فرج إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسبب في ذلك أن مصالحهم ستهدم، ستجعل على الأرض، قصورهم ستتلاشى. هم يعرفون ذلك جيدا، لهذا هم يخافون من المؤمن وهو في حال الانتظار، وهو في حال الترقب لظهور مولاه وسيده وإمامه بقية الله الأعظم المهدي من آل محمد. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ولعل سائلا يسأل ويقول: كيف يكون ذلك؟ لاحظوا معي ودققوا في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: أفضل أعمال أمتي، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. المناسبة بين الموضوع والمحمول، أي أن الانتظار هو عمل كذلك، أنك عندما تنتظر الإمام سلام الله تعالى عليه انتظارك فيه عمل، ولا بد أن يكون عملا أيضا. وهنا نسأل: ماذا نفعل؟ وأي عمل يكون هو مصداقا لانتظار المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله؟ أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، كل إنسان في داخله، في وجدانه، ونحن بيت سلام الله تعالى عليهم، نعرف ونعلم ماذا يريد منا أهل البيت. كيف يمكن لنا أن نحيا حياة عنوانها أننا من شيعتهم وأنصارهم؟ كل عمل يثبت أنك في حال انتظار المهدي هو المطلوب. أنت عندما تكون قلق وحزين ومغتم لغيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كل عمل يظهرك بمظهر المنتظر فهو أفضل الأعمال. يقول إمامنا الصادق سلام الله تعالى عليه:
نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبيح. هناك فرق، لاحظوا معي أيها الأحبة، لو أن هناك مريض أصابه مرض مزمن، هو ينتظر علاجه، هذا انتظار انفعالي، هو ينتظر يترقب كيف يمكن له أن يحصل على العلاج، ينتظر كي يشفى لحظة بلحظة، لا يفعل شيء، هو فقط جالس وينتظر الشفاء. هذا الرجل الجالس في داره ينتظر الرزق، هذا الرجل الجالس في بيته ينتظر أن تفتح أبواب الحياة أمامه، هذا ليس مطلوبا في حال الانتظار، وإنما المطلوب عندما تزرع بذرة في الأرض فتسقيها، وكل يوم تأتي إليها لتنظر لها، وكل يوم تأتي إليها وتنظر ما حالها، هل تنمو جيدا، تعتني بالتربة، تسقيها ماء، تقلم الأعشاب فيها، كل ذلك تحيطها بالعناية والرعاية كي تكبر وتنمو وترى ثمرة هذه الشجرة. نحن علينا أن نفعل ذلك أيضا، لا بد أن نسقي أنفسنا وأن نربي أنفسنا وأن نزكي أنفسنا، لا بد علينا في كل يوم أن نراقب أنفسنا، هل ننمو بالشكل الصحيح أم لا، هل هذا النمو يحبه الإمام أم لا، هل هذه الحياة التي نعيشها هي ما يرضي الإمام أم لا. يمكن لكل إنسان أن يعرف ويعلم ويتيقن من خلال أعماله أنه في الطريق الصحيح أم أنه عكس ذلك. أفضل الأعمال انتظار الفرج، كل عمل يقربك من إمامك، كل عمل يقربك من ربك، كل عمل يقربك من الله سبحانه وتعالى، وكل عمل يقربك من إمام زمانك يقربك من الله سبحانه وتعالى. ويبقى السؤال دائما، كيف يمكن لي أن أقترب من إمامي سلام الله تعالى عليه؟ إمامنا في الرواية الشريفة يقول: كونوا زينا لنا، كونوا زينا لنا في كل مكان تجلسون فيه، لابد أن تكونوا زينا لآل محمد، في كل بلد تصلون إليه لابد أن يشار إليكم بالبنان ويقول هؤلاء من شيعة المهدي. أنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، في داخل كل واحد منكم علم، كيف يمكن لي أن أصل إلى رحاب المهدي من آل محمد؟ بعملنا، بإخلاصنا، بصدقنا، بمحبتنا، بشعورنا بالآخرين. هل تشعر بغيرك؟ هل إن مرض أحد عدته، زرته، سألت عليه؟ إن غاب مؤمن هل تفتقده، تسأل عنه؟ هل نجتمع في كل يوم وفي كل أسبوع أو في كل شهر مرة واحدة نتحدث فيها عن إمامنا المهدي، نذكر إمامنا المهدي، نقول أين نحن وإمامنا المهدي؟ هل نفعل ذلك؟ لماذا؟ كي نتقرب إليه أكثر، وكي نعرف ونعلم ما هي الأعمال التي تقربنا إليه وإلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، اسألوا أنفسكم في كل يوم، أين نحن وإمامنا بقية الله؟ عجل الله تعالى فرجه الشريف، بقية الله خير لكم.